قامت مكتبة الكويت الوطنية وبالتعاون مع سفارة جمهورية هنغاريا لدى الكويت المعرض الثقافي الهنغاري في مبنى المكتبة الوطنية بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية والتجارية ووزير الدولة للشؤون الثقافية بجمهورية هنغاريا والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ومدير عام مكتبة الكويت الوطنية، والذي يستمر حتى 19 من الشهر الجاري. ضمن سياستها الواسعة التي تهدف إلى ربط العلاقات والمعرفة بين هنغاريا والدول والشعوب الأخرى، فأنا سعيد جدا لأننا وجدنا هذه المكتبة الأريقة من ناحية والحديثة من ناحية أخرى، وكانت مستعدة من البداية لاستضافة هذه التبرعات، فهي أعتقد مبادرة جيدة لأنه الشعوب لا تعرف أحيانا كثيرا بعضها البعض، ولكن الصور، الروايات والسعادة وأحيانا المشاكل، يعني أعتقد مشاعر أحداث إنسانية، فالأحداث الإنسانية تولد مشاعر إنسانية، وإذا لدينا مشاعر مشتركة هذا يساعدنا لنعيش مع بعض بالسلام وبحرية. المعرض اشتمل على مطبوعات وكتب تاريخية قيمة وأخرى حديثة ومعرض للصور الفوتوغرافية وعروض سينمائية تتناول جوانب الحياة والتاريخ والثقافة والفنون في جمهورية هنغاريا. وخلال المعرض أهدت وزارة الثقافة الهنغارية ممثلة بسفيرها لدى الكويت 100 كتاب متنوعة في عناوينها وموضوعاتها لمكتبة الكويت الوطنية. هذا التعاون الثنائي بين المكتبتين، مكتبة الكويت الوطنية ومكتبة هنغاريا الوطنية، يعزز أيضا قاعدة التعاون التي تطلقها مكتبة الكويت الوطنية مع المكتبات العريقة في العالم من أجل تبادل الكتب والإصدارات والمطبوعات التي تجسد الثقافة بين البلدين. علاقات كويتية هنغارية تزداد قربا يوما بعد يوم من خلال الفعاليات والأنشطة التي تتواصل بها الشعوب. طالب الشحري، تلفزيون دولة الكويت.